كانوا. في الحقيقة سنتكلم في هذه الأمسية حول ما يسمى بالموانع التي قد تعرض للصائم والتي تبيح له الفطر. نحن نعلم أن الصيام يجب في حق كل مسلم بالغ قادر صحيح مقيم ومعافى، ولكن قد تعرض لهذا الإنسان الصائم بعض الموانع تطرأ عليه فتبيح له الفطر، وما ذلك إلا لأن ديننا وشريعتنا السمحة مبنية على التيسير، فالمشقة تجلب التيسير، وحيثما وجدت المشقة أو الضرورة إلا وفتح الشرع الكريم باب التيسير حتى يتسنى للناس عبادة الله عز وجل على قدر طاقتهم ودون أن يصلوا إلى المشقة. هذه الموانع في الحقيقة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، هناك موانع ظرفية آنية مربوطة بزمن بظرف بمرض، وهناك موانع دائمة. نبدأ لو أذنتم بالموانع الظرفية. هذه الموانع في الحقيقة أول ما نتحدث عنه هو المرض، والمرض هو أمر عارض وأمر طارئ يحدث ويصيب الإنسان، ولا يدري الإنسان متى يصاب، لا قدر الله ربي يشفي مرضى المسلمين بوعكة أو بنزلة برد أو بوجع في ضرس أو في عضو، ولا بكورونا كما احنا عايشين توا مع هذا، وهذا ما يسمى بالمرض العارض، نسميه احنا في المصطلحات الفقهية المرض الذي يرجى شفاؤه، ثاني يمرض يوم أو يومين أو أسبوع أو اثنين ثم يزول هذا المرض بإذن الله تعالى، وهذا له ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات تتعلق بالمرض. الحالة الأولى ألا يشق الصيام يعني على المريض مع هذا المرض، هذا مرض خفيف وفي حق هذا المريض يجب أن يصوم، هذا مرض خفيف لا يبيح الإفطار. مثلا نأخذ مثال إنسان ربي يشفي مرضى المسلمين، يعني أصيب في عينه مثلا، ليس ثمة أي يعني تأثير على البدن ككل، مرض عضوي خفيف بسيط، أو إنسان أصيب بزكمة خفيفة أو له حساسية، أو ربما لا قدر الله يعني كسرت يده أو رجله أو أصبع، يستطيع معها الصيام. هذا مرض خفيف لا يبيح الإفطار ويجب في حق صاحبه يعني الصيام. الحالة الثانية أن يشق المرض على الصائم، ربما يستطيع أن يصوم لكن هناك مشقة، وعندنا قاعدة فقهية أصولية تقول المشقة تجلب التيسير، والإسلام جاء بشريعة تيسر على الناس حياتهم وعباداتهم أيضا. معناتها مرض لازم يخذلو دواء، مرض الطبيب يقول له أنت يلزمك تفطر، امتثالا لقول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذايا يعني يفطر بل يكره في حقه الصوم في الحالة هذه، إذا كان هو ينجم يصوم لكن بمشقة شديدة هذا له أن يفطر، وإذا أصر على الصيام فإنه قد قام بمكروه، والمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهنا أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من روائع التشريع ومن روائع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني كي يعطيك ربي رخصة تفرح بها، كما كلفك بعبادة تفرح بها، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ربي كيف ما يامر الناس يقول لهم لا تفعلوا كذا، وقت اللي يعطيك رخصة مثلا في السفر يجي للمسافر يقول لك أن تقصر في الصلاة، البعض يقول لا أنا أطيل في الصلاة، يخسر أجر السنة، السنة أن تقصر، هذه رخصة من الله عز وجل. يقول أنا في سيارة مكيفة أو أنا في طائرة لم أجد مشقة، ومع ذلك تحقيق السنة ينال به أجر. المرتبة الثالثة وهي أن يضر الصوم صاحبه، إما بقول الطبيب أو بفعل العرف والعادة. لو إنسان أخيرا أنا كلمت إنسان استشارني زوجته تشتكي منه لأنه عنده ما بين 3 و4 جرامات من السكري، ونسبة السكري مرتفعة جدا، ثم يتعاطى حقنة الأنسولين، معناته ومع ذلك يقول لك أنا لبس عليه، وهذه يقولها كثير من المؤمنين. وهنا والله أعجب بين إصرار المؤمنين المحبين للدين، ولكن ربما يصل بهم الأمر إلى التشدد، وهذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وبين المستهترين بعض المستهترين الذين لا يقيمون لهذا الركن ولا لهذه العبادات وزنا، فالتوسط
هو المطلوب. ولهذا هذا الشخص يجب عليه الفطر. إذا كان الطبيب يقول له راه فما خطر عليك ويلزمك تفطر وتاخذ الدواء هذا، لازمك تفطر، يلزمك تفطر شرعا. ما تقولش انا لبس عليا، لا شرعا. ولو لا قدر الله معناتها يطرا له طارئ وتجرى له حاجه ويكون هذا تسبب عمدا، عرض نفسه للخطر. وهنا ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يا سبحان الله. ويقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. نعم هي وان كان جاءت هذه الايه في سياق الانفاق، ولكن ايضا هي لها معنى عام تنسحب على كل المجالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولنفسك عليك حق، يا سبحان، ويقول ولا ضرر ولا ضرار. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يفتك بنفسه أو يضر نفسه ولو في سبيل الطاعة وتحقيق العبادة. فهذا بالنسبة للمرض العارف. إذا كان مرض خفيف ولا يشق على الإنسان يصوم، إذا كان فما مشقة الأفضل أنه يفطر لرفع المشقة والحرج. حتى أرأي الطبيب لازمنا ناخذوه بعين الاعتبار. نعم هنا دائما الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حين يتعلق الأمر بالصحة ويأتي إنسان يستفتي أو يسأل أو يستفهم، نقول له ماذا قال لك الطبيب؟ والحمد لله أطباءنا كلهم الآن مسلمين، قبل كانوا عندنا أطباء أجانب وربما لا يطبقون شريعتها، لكن أطباءنا الآن والحمد لله بفضل الله عز وجل مؤمنون مسلمون متقون يحجون يعرفون حدود الله. يعني نأخذ برأي الطبيب وهذا هو مش شهوة، هو ما هي شي شهوة وما هو شي معناته هواء ومش عنترية. لأنه بعض المرضى يقول لك أنا صمت عمناه ولا مجرى لي شيء. طبيب المعدة ولا طبيب الكلى، ولا تلقاه يعني إنسان عنده استئصال كلية والكلية الثانية ربما جزء منها وفيها الحصى، فالطبيب ينصحه يقول له أنت راك ما تصومش، يقول لك لا أنا عمناه وصمت. صحيح يمكن تصوم عام ولا اثنين ولا نصف شهر لباس ومن بعد النتيجة تكون أكبر. فالإسلام يحب يحافظ على الأصل ويحافظ على النفس. إذن هذا ما يتعلق بالمرض العارض. هناك أمر يطرأ وهذا يخص النساء، ما نسميه بالدورة الشهرية أو الحيض. إذن يحرم، هنا يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، لا يصح منها ويحرم عليها أن تصوم. طيب هناك بعض الوضعيات ربما المرأة يداهمها هذا الحيض وهي صائمة، وربما يكون ذلك قبل الغروب بوقت يسير. أحيانا يحدث هذا يطرأ، وهذا شيء طارئ، قبل المغرب درجين ربع ساعة دقيقة ساعة ويداهمها الحيض. الأخت ذي نقول لها ما تحزنش يا أختي، أجر يومك راه ثابت عند ربي سبحانه وتعالى، تبقى اليوم هذا يراك مش تعود تعود فقط. بعض الأخوات تسأل تقول أنا وقت يجي رمضان هناخد دواء الفلاني باش ما يجينيش الحيض في رمضان وما ينغصش عليا. قول لها سبحان الله ربي يرحمك وعطاك رخصة وعطاك الرخصة هذه. نرجع لك الحديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. يعني فعليش تشق على نفسك؟ الأفضل أنك تكون طبيعية يعني بدون ما تتصرف التصرف هذا. لكن إذا كان هي أخذت الدواء وما جاش الحيض صيامها صحيح ولا نقول شيء من ذلك. كذلك هناك وضعية أخرى تحدث لبعض الأخوات، إذا طهرت من الحيض ربما أثناء النهار، يعني في وسط النهار وبدأ لها علامة الطهر. هنا عند في المذهب المالكي وبعض الشافعية يجب عليها أن تمسك عن الطعام وتواصل بقية يومها وتعيد ذلك اليوم، وأجرها ثابت عند ربي سبحانه وتعالى. الحنابلة يقولون يعني لا وجه لهذا الإمساك باعتبار أنها بدأت وافتتحت يومها وهي مفطرة، فلكنها لا تأكل أمام الناس، إذا أكلت تستتر. وشوفوا هوني رحمة في مسائل الأحكام بين العلماء، يعني هذا فضل، هذا ليس خلاف كما يراه الناس، هذا تنوع وثراء وفهم في بعض الأحكام التي يعاد في النظر إليها إلى فهم السادة العلماء. هناك وضعية أخرى وهذه هامة وأرجو الانتباه خاصة من الأخوات، وأنا يعني أعجب من بعض الأخوات حين يسمعنا هذا الحكم، البعض منهن لا يصدق هذا الحكم وربما لا تعمل به. إذا طهرت المرأة في الليل مثلا ولو قبل الفجر بدقائق، هنا يجب أن تنوي الصيام وتصبح صائمة. الإشكال عند بعض النساء يقع في متى تغتسل،
هل يجب أن تغتسل أم لا؟ أنا سأعيد هذه المسألة مرة أخرى. أنت حكيت فيها المرة اللي حكيت فيها مش نعودها. لأنه هناك أخوات تسأل تقول لك أنا مش مقتنعة. يا أختي ربي رحمك ويسر عليك. طيب الطهارة نقولها بصوت عالي وواضح. الطهارة ليست شرط لصحة الصيام. يعني لو أصبح إنسان جنبا من احتلام أو من معاشرة زوجية أو امرأة كانت حائض فطهرت في الليل ولم تغتسل حتى الفجر ما بعد الفجر في الصباح طوال النهار لم تغتسل لأذن المغرب وهي لم تغتسل صيامها صحيح ولكنها مطالبة بالاغتسال لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن نعودها ونكررها يا أخوات هذه رحمة من الله عز وجل الطهارة ليست شرط لصحة الصيام وكل ما قلناه بالنسبة للحيض نقوله بالنسبة للنفاس النفساء حكمها نفس يجري عليها ما جرى على الحائض فيما تقدم من الكلام السابق والآن أود أن أتكلم عن المسافر لأن الإنسان قد تطرأ له أسباب تجبره على السفر في يوم رمضان وهذا ليس بعيب وهذا عادي جدا ولكن السفر مش كما قبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما تو نعم سؤال وجيه ولكن أجيبك أن رحمة الله عز وجل وشرع الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان والله عز وجل بفسيح رحمته حين يسر علينا في أحكام شريعتنا جعلها مطلقة ولعموم الناس وفي كافة الأوقات وهو يعلم أنه سيأتي زمان على الناس يجدون يعني وسائل نقل مرفهة ورفاهية كبرى ومع ذلك هذا من نعمة الله عز وجل نشكر الله عز وجل على نعمه ونفخر بهذه الرخص المسافر طيب لا يمكن أن نقول أن كل مسافر يجوز له الإفطار هناك شروط خمس يجب أن تتحقق حتى نستطيع أن نقول لهذا المسافر أنت تفطر ولك أجر الصائمين إن شاء الله وتعيد ذلك اليوم الشرط الأول هو أن يكون السفر مباحا طيب مش إنسان مش يعمل معصية ماشي المكان نيته أنه مش يعمل معصية ونقول له لا أنت مسافر أفطر ولهذا السفر بنية العمل بنية الزيارة بنية الترفيه هذا جائز الترفيه الحلال بنية التداوي كله جائز هذه النية الأولى أنه السفر يكون سفر مباح ثانيا ألا يقصد بالسفر التحيل على الفطر تقول لي كيفاش يمكن التحيل على الفطر ربما السامع يستغرب لكن أرأيتم كيف معناتها اجتهد علماؤنا في كل شاردة وواردة تكلموا عن كل هذه التفاصيل نعطيكم مثال بسيط تو نفهمه احنا مثلا في ولاية صفاقس إنسان شاب ولا إنسان يستفيق في الصباح يقول لي أهلك لمس معنا عندي قضية في سوسة مش نمشي النار نقاش هيك القطعة متاع الكهرباء في سوسة وهو نيته ماشي السوسة ما هوش باش يلوج على القطعة يلقاها ولا ما يلقاهاش وصل للسوسة المسافة مسافة قصر وهو مسافر ويوم صيام أي قال أنا ماني مسافر يعمل غادي قهيوة ولا يعمل يأكل ولا الله أعلم بيش يعمل ويتفسح شوية وبعد يرجع لهنا وقال شنو أنا مسافر هذا إنسان متحيل هذا مش إنسان يخدم ولا جاد بالفعل عنده قضية ولا عنده مصلحة ولا عنده موعد مع طبيب هذا إنسان متحيل ولهذا لا يجوز له وإفطاره هو لإفطار عمد لا قدر الله ثالثا أن يجزم نية الإفطار من الليل نقول وإحنا يبيت نية الإفطار من الليل مش يقوم الصباح يقول أي أنا مش نسافر سافر أما تسافر أنت صايم أنت صايم وهو تقول التفاصيل متاعها رابعا وهذه مهمة ياسر كثير من الناس ما يعرفوهاش أن ينشئ سفره يعني ويغادر أبنية القرية قبل أذان الفجر عمالة يلزم ينوي ويخرج من داره ومثلا احنا في صفاقس ماشي لتونس ولا لسوسة يلزم تخرج من سقية الزيت تدخل للاتوروت وقت وفاة البنية متاع القرية اللي انت عايش فيها ودخلت وقتها وقبل الفجر ويلزم يكون قبل الفجر قبل أذان الفجر أو كان نويت من الليل وراني السفر بتاعي مش ننشو قبل الفجر معناتها يسافر 8 ولا 9 متاع الصباح مش كيف كيف لا ما هوش كيف كيف خامسا أن تكون المسافة مسافة قصر مش معناتها يمشي للمحرس يقول أنا مسافر لا يلزم مسافة القصر مسافة القصر أقل شيء 81 كيلومتر على قولين بين 81 و 83 كيلومتر يعني على الأقل 80 كيلومتر فما فوق يلزم المكان اللي مش تمشي له
من 80 كيلومتر فما فوق. إذا تحققت الشروط هذه الكل يصبح مفطر الإنسان ويجوز له، كانوا في سيارة مكيفة ولا في طائرة مكيفة ولا في قطار مكيف، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى ما ثم حتى إشكال. بعد سافرت أنا 8-9 نتاع الصباح مشيت لتونس العاصمة، حسيت روحي تعبت في النهار ويلزمني نكمل نهاري. لا هنا مش نجي للمشقة، لكن أنا سافرت بعد طلوع الفجر كما نقوله، كما كنت تذكر سيادتك الله يجزيك بالخير، ولكن أثناء السفر نتاعي طرأ علي مشقة، نهار سخون ياسر وأنا تعبت وما تسحرتش ولا تسحرت، وطرأ علي مشقة ما بقاش نجم نتكلم، الريق نتاعي شاحة ونتكلم باللغة العامية مع أنت بالسادة المستمعين يفهموني من باي. نعم هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا وصل الإنسان مش يدوخ ولا ما بقاش يجي يتكلم ولا ما بقاش يقضي شأنه ولا ما ينجمش يرجع يسوق، هنا نقول له أفطر. هوني حثت مشقة أثناء الصيام، والمشقة إلى حثت على الصائم حتى هو في داره، سيدي هو في داره وهو يخدم، والإنسان يخدم مثلا في 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 الدهن ولا في البناء المرمى ولا في الحدادة ولا في الفلاحة، ونهار جا سخون وشق عليه الأمر ولا هو ضعف في البدن متاعه، هنا يفطر حتى لو لم يكن مسافرا وما كانش ناوي، ما عندوش نية، حتى لو ما عندوش نية متاع السفر. نعم، ولهذا ربي سبحانه وتعالى يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يا ما ينشأ النية متاعه وينشأ السفر قبل الأذان ويصبح فاطر ما عندوش إشكال، أو أنه يسافر وإذا طرأت عليه المشقة يولي يفطر. طيب ثم بعض الخيان نسميه محنا في الفقه صاحب الظهر، يعني إنسان يخدم لوجيست مثلا طول النهار يسافر بين تونس وفاس، هذا شي يعمل يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم. سبحان الله، جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني صاحب ظهر وأحمل الناس أفأصوم أم أفطر؟ قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سبحان الله، سبحان رب. هذا إنسان مسافر إذا كان بالشروط اللي تكلمنا فيها يحب يصوم يصوم، يحب يفطر يفطر، ولكن وإن تصوموا خيرا لكم، الصيام أفضل. نعم، ولهذا نحن نقول باش نعدل المسألة هذه، الإنسان اللي يخدم على السيارة متاعه ولا يسوق في القطار ولا يسوق في طائرة ولا في شاحنة اللي يخدموا في الطريق ربي يعينهم ويكتب لهم السلامة إن شاء الله، يعني الأصل أنه يصوم، لكن إذا طرأ عليه مشقة يفطر. نعم، إذا كان هو شاف أنه يفطر، شوفوا الدين قديش يسر، سبحان الله، ولكن هو يجم يفطر تو ويعاود الأيام مش يعاودهم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يولي يقول لك خمسين مع الناس كله في شهر فضيل وغيره، يولي يصوم مع الناس باش ما يتحرمش من الأجر، لأنه هذا الشهر فيه حرمة وحرمة عظيمة جدا. وطبيعة ديما نحكيه على الناس اللي عندها القدرة باش تصيم، نحكيش على اللي عندها مرض مزمن، اللي عنده مرض مزمن اللي عنده عذر شرعي للطبيب قال له أفطر، هذاك ربي إن شاء الله يقبل منه. وراه باش نقول لكل المفطرين بالأعذار الشرعية والصحية أجر وأجر الصائمين سواء، ولهم أجر إضافي الصبر على البلاء، هذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله. مازال ربما حديث على الحامل والمرضع. طيب. وموضوع عمل بوليميك كبيرة شيخنا، معناتها خاصة الناس اللي النساء اللي رضعوا واللي عندهم صغيرات أقل من 6 شهور، يقول لك معناتها صغيري أنا مصدر الوحيد متاع الغذاء متاعه، نصوم وإلا نفطر في سيدي رمضان وإلا ناكل حاجات مثلا باش تقوي الحليب في النهار، ولا معناتها شنو نعمل بالضبط؟ نعم، بارك الله فيك، سؤال وجيه اجتماعي وكثير ما يطرح وما يسأل، كيما ديما نذكر ونقول أنه أسهل من ديننا ما فماش وأروع من ديننا ما ثماش، الرحمة والتيسير من صميم هذا التشريع. الحامل، نبدأ بالحامل. الحامل شوفوا شو يقول الشرع، إذا خافت على نفسها أو على جنينها تفطر وتقضي بعد رمضان بعد ما تولد. الأمر خافت على نفسها، يعني بدنها ضعيف إلى مش يتصوم طول النهار راقدة، لا قد تجم تصوم، لا تاكل، لا تحرك، لا تحضر، لا تعمل شيء، هذه خافت على نفسها، أو خافت على جنينها، هي لبس عليها لكن الجنين ما بقاش يتحرك، تحس والأم تحس وتعرف. هنا إلا تخاف على نفسها أو على جنينها تفطر وتقضي يعني بعد شهر رمضان في يد عام كامل. نجيو للمرضع، المرضع إذا خافت على نفسها، الوليد لبس الحليب موجود لكن هي ضعيفة، معناتها تولي مش قايمة بواجباتها في الدار، ما تقدرش تصلب طولها، دي مراقدة تتعب، هذه تخاف على نفسها. من خافت على نفسها
او على جني او على رضيعها. كيفاش تخاف على رضيعها؟ هي بدنها لاباس لكن الحليب نشف وليدها يرضع منها هي مثلا. الوليد ماشي قاعد ناقص. شوفوا رحمه ربي سبحانه وتعالى. اذا خافت على نفسها او على رضيعها تفطر تبقى وتقضي بعد رمضان. لكن هوني ثم تفصيل، اذا كان خافت على رضيعها على الرضيع نتاعها مع اعاده ذلك اليوم تطعم مسكين عن كل يوم. اذا خافت على نفسها تعيد الايام فقط. الى خافت على رضيعها مشكل جنين مشكل حامل. اذا خافت على رضيعها تعاود الايامات وتزيد تطعم مسكين عن كل يوم. هذا بالنسبه للعوارض الطارئه. يعني يبقى لنا العوارض الدائمه اللي هي نسميها الامراض المزمنه او ما شكل ذلك. الموانع الدائمه المبيحه للفطر، اولا مثلا الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه. انسان ربي يعافينا واياكم يوصل مرحله من مراحل الشيخوخه، يعني ما بقاش يعرف مثلا خرف، ما بقاش يعرف ليل ولا نهار، اليوم شنو في الايام، ما يعرفش. هذايا بما انه سقط عنه التمييز يسقط عنه التكليف ويصبح بالضبط مشابه للصبي الذي لم يميز بعده ويسقط عنه التكليف في الحاله هذيا. لانه عندنا برشا ناس عندهم معناتها ابائهم وامهاتهم كبار في العمر. شيخنا يقول كان مثلا يحب يصوم ويقول كان صايم، نفطروا بالسيف ولا شنو نعمل له؟ ما تفطروش بالسيف، الا هو نهار من تلقى نفسه قال لك لا انا مش نصوم، وما هم هذوما تجيهم شويه الذاكره وترجع ولا جات الذاكره يقول لك لا انا صايم. صايم بعد ساعتين ثلاثة قال لك أيوه هنا الفطور، أعطيني نفطر أنا. أعطيه يفطر. ما تقلقوش. ما نعيطوش عليه وما نخليه يرد بال. لازم تتعامل معه بكل لطف. ربي سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كما يقولوا جدودنا احنا ولنا صغار وكبرنا صغار، ربي ثبتنا إن شاء الله. آمين. فهذايا مش مكلف، تلقاه تو صلى معك بعد شوية قال لك أي نصليو. ما بقاش يثبت معناتها. ينسى. تو كان ياكل يقول لك شبيك ما جبتوليش ناكل مثلا. هذا يسقط عنه التكليف رحمه من الله عز وجل. النوع الثاني هو ربي عافينا واياكم فاقد العقل. لسبب او اخر انسان اذا كان فقد العقل، لانه العقل هو يعني اداه التكليف وعليها يدور مناطق التكليف، هي اداه الادراك الاولى، وبالعقل الانسان يكلف ويميز بين الاشياء. الحاجه الثالثه هي المرض، مرض مزمن لا يرجى شفاؤه. بعلم الطبيب اللي يقول لك انت طول عمرك ما بقاش تصوم. انا جيني شخص يقول لي الطبيب قال لي انت ما تصومش، نقول له قال لك على حد السناء ولا طول عمرك ما بقاش تصوم؟ يقول لي لا طول عمري ما بقاش نصوم. نقول له طيب انت تدخل في حيز المرض الذي أصيب بمرض لا يرجى شفاؤه، وتدخل تحت طائلة قول ربي سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يطيقونه لا يتحملون مشقة الصيام، لا يطيقون يعني الصيام. وقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من كان هذا حاله يطعم مسكين عن كل يوم استحبابا ان كان قادرا. كانوا زوالي يعني اذا كانوا زوالي فقير ما عندوش مدخول ولا صغيرته فقراء ولا ما عندوش صغار، ما هوش مطالب. إذا كانوا عنده واجد، إلى صغيراته واجدين ويقدروا يخرجوا على أبوهم يطعموا مسكين عن كل يوم، يجبوا يخرجوا من الماكلة اللي هما ياكلوها. مش تقول ما عنديش باش نخرج نمشي نصوم، تفطر لا لا لا، عندك رخصة نتاع إفطار. هذا مرض مزمن لا يوجد شفاؤه. ما هو فما خاطر مستمعين وخاصة الكبار شوية في العمر يقول كان ما عنديش فلوس باش نطعم مسكين. لا لا، إذا ما عندوش فلوس يسقط عنه. أنا قلت يستحب. ليس فرض، ليس واجبا. ما عندوش ما عندوش ما يطعمش، عنده يطعم ما عندوش ما يطعمش، ولا شيء عليه. تبقى مسألة الإنسان اللي ربما يفطر غلبة ونسيانا وسهوا. الإنسان هذه تحدث خاصة في أول رمضان. يعني من أكل أو شرب ناسيا في يوم رمضان. احنا عندنا حديث صحيح وهذا يقول به جماهير العلماء: من أكل أو شرب
ناسيا وهو صائم فقد أطعمه الله وسقاه. هديه شوفوا رحمة ربي. إذا إنسان صايم صيام تطوع ونساء قعد افطر ولا شرب ولا كلا كعبة غلة ولا ما يدو في جيبه قاك عيبة لوز كلاها بالشفاء فقد أطعمه الله وسقاه، يكمل صيامه صيامه صحيح وأجره ثابت. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة قال ليس صيام التطوع كصيام رمضان. تو جماهير العلماء حتى في رمضان إلى واحد كلا ناس يساهي لا شيء عليه. الإمام مالك يقول لك هذا شهر له حرمة، لحرمة الشهر أجره ثابت ولكنه يعيد هذا اليوم. بعد كمل نهارك مش تقول أنا غلط تمشي نكمل نفطر لا لا تكمل صايم وأجرك ثابت عند ربي سبحانه وتعالى. أما زيد أما تعاود نهير هذا. ثم وضعيات تحدث لبعض المسلمين، إنسان ربما انسى ما عمرش المذياع نتاعو ولا الهاتف الجوال نتاعو ولا الساعة نتاعو باش يفيق، وظن انه ربما ما سمعش الهاتف فاق، يلقى الدنيا مازالت ما ضواتش في باله، مازال الفجر ما جاش، مشى ياكل. هو بعد ما كلاه هو في الكوجينه ولا شنو يسمع في شاف الساعة نتاعو ولا شاف الهاتف ولا يشوف الدنيا ضوات، يقول شنو الحكاية هذه؟ يمشي اليوميه يلقى روحه عنده ساعه من اللي الاذان اذن. يا سبحان الله شو يعمل الشخص هذا؟ بالطبيعه يكمل يومه صايم وربي ثبت اجره، لانه غالبه هو ما عندوش نيه سيئه بل سهوا ونسيانا، وهذا يطرا على الانسان ويعيد هذا اليوم. هذا شانه شان هكا الانسان اللي يستنى في اذان المغرب والمائده الافطار من امامه، ولا زوجته ولا ابنه ولا هو خلى المذياع على الاذاعه نتاع صفاقس مثلا ولا الديوان باش مش يسمع الاذان، واذا الاذاعه راهي على تونس وهما ما فاقوش ولا على ليبيا مثلا واذن المؤذن كلاه السيد هو قاعد ياكل وسمع الجامعه اللي بحذاه اذن. يا سبحان الله هذا افطر قبل الوقت. نقول له يا اخي غلبه ونسيانا لا تحزن، ان شاء الله اجرك ثابت، اما نهير هذا لحرمه الشهر عاوده لنا من فضلك فقط. ويبقى ربي يهدي كثير من المسلمين، الشباب المسلمين ربي يصلح رايهم، ربما يعني يفطروا عمدا في شهر الصيام وينتهكوا حرمة الشهر. نقول من أكل أو شرب يعني أو أنزل يعني ربما يستعمل الشهوة اللي ربي منحها في يوم رمضان بأي شكل من الأشكال في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. هذا يعني القضاء والكفارة لأنه عمل الجرم، خالف أمر ربي سبحانه وتعالى وتحدى التشريع الإسلامي. القضاء يعني إعادة ذلك اليوم، والكفارة على النحو التالي بهذا الترتيب: إما عتق رقبة، احنا تو الحمد لله ما بقاش عندنا عتق رقبة، ثانيا صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. هذه هي الكفارة متاع صيام إفطار يوم واحد متعمد دون عذر لا قدر الله. وفما فرق ما بين واحد يفطر متعمد ولا يجاهر بذلك وواحد يفطر متعمد ويجاهر بذلك. الذي يفطر متعمد ولا يجاهر عنده إثم الإفطار متعمد، والذي يجاهر له إثم المجاهرة بالإثم علاوة على إثم مخالفة أوامر الله. للأسف الشديد اليوم احنا في الريزو سوسيو شيخنا ولينا نشوف وانا نفطر في سيد رمضان وانا منصومش وانا كأنه وليت تباهي معناتها بالمسألة. بارك الله فيك. أنا بالأمس نشوف في واحد من شبابنا من أبناء المسلمين يعني أعطاه ما يسمى بالميكرو تروتوار ويتكلم، قال له أنا فاطر. كيفاش فاطر؟ قال له احنا في رمضان. قال له عادي، أنا عمري ما صمت وأنا ما نصومش. ويجي أمشي للقهوة الفلانية البلاصة الفلانية معبية الناس على بعضها. قال له كي أمك وأبوك يشقوا الفطر معناتها وقت الغروب أنت تاكل معهم؟ قال له أنا ناكل أكثر منهم. قلت له لا حول ولا قوة، ويضحك وعادي عنده ولا على باله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطر عظيم، يهدينا جميعا يعني ربي يهدينا ويهديهم ويصلح رأينا ورأيهم إن شاء الله ويراجع بينا وبيهم للطريق المستقيم. أمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صلاته وصيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه وحرمت على النار جسده وعظامه. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها واجعلنا أهلا لها، لا تحرمنا نورها ولا تحرمنا عفوها ولا تحرمنا برها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء وعجل لنا بالدواء ويسر لنا الشفاء. اللهم امسح كل مريض بيدك الشافية واجمع له بين الأجر والصبر والعافية.
برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، جزاكم الله خيرا. أمين. وبارك الله فيكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. شيخنا يعطيك صحة.